محكمة. الحبيب أحمد الحسيني والحبيبة والمخطوبة منى السلحدار. مخطوبين بقى قد إيه يا أحمد؟ بعدنا شهرين مخطوبين يا سيادة القاضي. ما شاء الله، أنت لحقت تفسخ خطوبتك مع مديحة وجاي تخطب النهاردة أو جاي تتجوز النهاردة منى السلحدار. لا بس لا، إمكانياتها متوافقة معاك. طيب غير مديحة خالص. طيب نشوف التحاليل بتاعتك يا أحمد. أوكي، مفيش أي جديد، برضو 20 حصان. ماشي. ومنى السلحدار نشوف التحاليل بتاعتها، 23 حصان، اكتر منك بشوية بس عادي مش مشكلة نعديها. تحاليل مخدرات، نشوف التحاليل المخدرات، تشرب سجاير، مخدرات، اي خمور، اي حاجة؟ لا 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 لا، حد الله، ما بيني وبين المخدرات ولا سجاير ولا خمور ولا حشيش ولا اي حاجة، ولا لا لا، الحمد لله، حد الله، انا بصلي كله تمام اكيد. طب نشوف التحاليل. لا تمام، كله تمام، كله تمام، تمام كده خلاص. نيجي بقى على العروسة، انت كده تمام، مفيش اي مشاكل عليك، تمام، كله تمام بالنسبة لك. نيجي بقى على العروسة. ازيك يا عروسة منى السلحدار؟ بتعرفي تغسلي وتنضفي وتنفضي سجاجيد، تمسحي أرضية، تعرفي تعملي الكلام ده كله؟ ايوه يا سيادة القاضي، بعرف اغسل، بعرف امسح، بعرف اكنس، بعرف انفض السجاجيد، بعرف اسيق الارضيات، بعرف اعمل كل حاجه. ماما معلماني كل حاجه. برافو برافو برافو. تعرفي تمرش الغسيل؟ يعني ايه امرش كده ويتمرش كده؟ لا، ما هي غساله اوتوماتيك، مامي جايبه لي غساله اوتوماتيك بتعمل كل حاجه، فانا ليه امرش وليه ابوظ صوابعيني وليه ابوظ ضوافريني؟ الغساله بتعمل كل حاجه. لا غساله اوتوماتيك ايه؟ غساله اوتوماتيك، ما غساله اوتوماتيك طبعا هتغني عن الكلام ده كله، بس افرضي النور قطع. طب الغسيل هتعملي ايه في الغسيل؟ النور قطع باليوم يومين ثلاثه، طب وانت محتاجه تغسلي هتعملي ايه؟ لازم تجيبي بقى الغسيل وتغسليه على ايديكي، لازم تقعدي تمرشي كده، تمرشي تمرشي لغايه ما الغسيل يبقى كويس. طب لو ما بتعرفيش تمرشي كده الغسيل هيفضل متوسخ كده كام يوم. بتعرفي تطبخي؟ اه سياده القاضي، بعرف اطبخ. برافو برافو. تطبخي ايه بقى؟ بعرف اطبخ بيض مقلي، بعرف اطبخ بيض مسلوق، بعرف اطبخ شاي بلبن. بيض مقلي، بيض مسلوق، شاي بلبن، ما شاء الله. لا 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 لا، ايه ده ايه ده، يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت. تعرف تطبخ شاي بلبن؟ تعرف تطبخي قلقاس؟ لا، ما بعرفش اعمل قلقاس. طب محشي؟ لا، المحشي ماما بتعرف تعمل محشي كويس قوي، بتعمل كل انواع المحاشي، ماما شاطره قوي قوي في المحشي. ماما اللي بتعرف تطبخ محشي. طب تعرف تطبخي مكرونه بالبشاميل؟ لا، المكرونه بالبشاميل بقى ماما بتعرفش تعملها، بس خالته مديحه اللي بتعرف تعملها، فدايما كل مره لما خالته مديحه بتعمل مكرونه بشاميل بتجيب لنا حته كده، حته خرطه كده من الصينيه اللي يعملها، لا بتبقى طعمها حلو قوي، بس خالته لا، بس ماما ما بتعرفش تعملها وانا ما بعرفش اعملها. خالته مديحه. طيب بص بقى، بص يا احمد، عشان اكون صريح معاك، منى مش نافعه ليك ومش مناسبه ليك خالص، لان انت راجل، اللي انا شايفه هنا ان انت راجل بتشتغل في شركه وبتاخد 5000 جنيه في الشهر. 5000 جنيه في الشهر معناها ان انت عايز زوجه موفره ومدبره، تمام؟ بالوضع اللي انا شايفه ان كده انت كل يوم هتضطر تشتري اكل ديليفري، تمام، اكل من المطاعم، ده ميزانيه لوحده، ده كده انت مش هتقدر عليها خالص. منى دي عايزه عريس يجيب لها كل يوم اكل
دليفري ومن مطاعم، فهي عايزه عريس زي واحد زي احمد ابو هشيمه، زي محمد رمضان، زي الناس دي، تمام؟ يعني حد من الناس دي، تمام؟ انما اللي زيك لا، كده ما ينفعش، كده مش هتمشوا مع بعض خالص، وهي مش مناسبه ليك خالص. لا بص ايدك يا سياده الرئيس، انا بتجوز على نفسي يا سياده الرئيس، ما دي حفتكات خلاص راحت في 60 سلامه خلاص، عشان انت قلت لي 6 شهور، انما دي كمان هتاخرها كمان 3 شهور ولا 6 شهور، انا عايز اتجوز النهارده يا سياده الرئيس، انا بتجوز على نفسي يا سياده الرئيس. طيب بص، انا مش هرفض الجواز، انا هدي لكم مهله، هدي لك مهله يا منى 6 شهور، تمام؟ تتعلمي فيها الطبيخ، تتعلمي بقى من ماما، من خالته، من عمته، من الجيران، المهم انك بعد 6 شهور تجي لي تكوني جاهزه ومتعلمه وتكوني بتعرفي تعملي كل حاجه. او في اوبشن تاني، او في حاجه تانيه، حل تاني، تمام؟ ان تروحي لشيف معروف مشهور، زي الشيف الشربيني مثلا، او احد من قرايبه من الدرجه الاولى يعلمك الطبخ في خلال 3 شهور، تمام؟ ويجيب لك شهاده معتمده ان انت اتعلمتي الطبخ. وتجيني انا عاين بقى بنفسي، لان انا مش ضمني، ممكن جدا ما يكون الشهاده مزوره، تمام؟ فلازم انا اللي عاين بنفسي، لان ديت امانه انا اتحاسب بيها قصاد ربنا، فلازم انا اللي عاين بنفسي. فلما تجيلي بعد كده، سواء جيتيلي بعد 3 شهور، انا هجي الجلسه 3 شهور لو هتروحي لشيف معتمد او احد قرايبه من الدرجه الاولى. تجيلي بعد 3 شهور تجيبي لي بقى حله محشي، تمام؟ وحله مكرونه بالبشاميل وموزه مشويه في الفرن، وانا عاين بقى بنفسي. اذا الاكل عجبني يبقى خلاص كده الف مبروك عليكم انتوا الاثنين، والف مبروك وبالرفق والبنين. الاكل ما عجبنيش يبقى كده خلاص ايه، مش هينفع تتجوزوا، وهي مش مناسبه ليك خالص يا احمد. خلاص اتفقنا كده، خلاص احنا خلصنا. فهي هتروحي الشيف ونأجلها 3 شهور، ولا هتروحي لي تخلي ماما وخالته مديحه تعلمك الطبخ؟ 3 شهور، مستعجلين على الجواز 3 شهور. طيب تؤجل الجلسة 3 شهور لحين تعلم الطبيخ من أحد الشيفات المعروفين أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى، مع إعطاء شهادة بذلك، ومع إحضار المرة القادمة صينية مكرونة بالبشاميل وحلة محشي، أي نوع محشي، تمام؟ أنا ما بحب كل الأنواع، أي نوع محشي أحد الأنواع، وموزة مشوية بالفرن. خلاص تمام. طيب قبل بقى ما أرفع الجلسة، أنا هرفع الجلسة. قبل ما أرفع الجلسة، تعرفي إيه ديت؟ تعرفي إيه دي؟ شفتيها قبل كده؟ دي سناية سكاكين، تمام؟ بتجيب السكينه كده وتسنيها. لازم تتعلمي كل الكلام ده، انت لا هختبرك في الكلام ده كل ده لما تيجي المره الجايه، تمام؟ عارفه ازاي بتسني السكاكين؟ هات سكينه يا ابني، هات سكينه اهي، تجيب السكينه وتعمليها من النص كده، تحط دي كده، تثبتيها على الترابيزه كده، تقعدي ايه في اتجاه واحد كده. خلاص طيب، انا بقى هرفع الجلسه دلوقتي، والمره الجايه تجي لي متعلمه كل الكلام ده، لازم هختبرك في كل الكلام ده. نرفع الجلسه. رفعت الجلسه.